اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. رئيس الوداد يحاول العمل على هذا الخبر. باشر رئيس النادي سعيد الناصري العمل على ملف تجديد عقود مجموعة من اللاعبين البارزين في الفريق، وأكدت مصادر موثوقة أن الناصري أبلغ بعض لاعبي الفريق الأحمر الذي سينتهي عقدهم مع ما تم الموسم الحالي برغبته في تمديد ارتباطهم بالنادي. وتابع رئيس الوداد الرياضي سيعقد اجتماعات مع اللاعبين من أجل معرفة المطالب والتوصل لاتفاق مع كل واحد منهم من أجل الاستمرار بالنادي والحفاظ على القوام الأساسي للفريق. وأشار إلى أن الوداد يتجه أيضا لإنهاء أزمته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاصة بتقييده ومنعه من إبرام التعاقدات بسبب نزاعه مع الثلاثي جيبور كينتانا ومادوندو. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.